ازاي بحسب مساحة اي قطعة ارض. اول حاجة بعملها بحدد حدود القطعة بزوايا، ادي زاوية اتنين والتالتة، وبعدين باجي على الجهاز بخش على منيو اريا كالك وببدأ ارصد النقط الزوايا دي سواء ببريزم او من غير. طب العملية دي ما بتحتاجش معايا ثوابت، ان انا ما بحتاجش ان انا اربط الجهاز، بشتغل بيها برفع على طول. تمام، هنرصد واحدة واحدة على كل الزوايا اللي معايا. هنرصد على أول زاوية، أقول له تمام ستوب، أقول له أيوه ماشي سيبها لي عندي أهو، وبعدين بوجه على التانية. بعد ما وجهت على التانية أرصد، أقول له أيوه هي دي، وبعدين بوجه على التالتة. بعد ما وجهت هنرصد، أقول له مش تمام. هنا عمل لي زوايا القطع ثلاثة، أقول له كالك احسب لي بقى اداني كام، 14 85. السلام عليكم.